السلام عليكم خوتي، بخير، كل شيء مزيان. معكم ميكانور، فيديو جديد. هذه تويوتا فيرسو وفيها موتور ديال 2008 و 2009 بحال وجايب الموتور بحال الراف كات. اليوم غادي نحيدو الكاتاليزور، نحيدو هاد لي كاج اللي كاينين هنايا قدامي، راه حنا حيدناهم. والكاتاليزور نتوما كيما كتشوفو الكاتاليزور شويه معدب، ولكن ضروري غادي نحيدو حيت الطوموبيل كتمشي مقجوجه بزاف، كتمشي مخنوقه وكتكون صوميلو. سببه هو هذا الكاتاليزور. هذا كازوما الكاتاليزور، شوفي كيكون من التحت، من التحت ديال الطوموبيل. ضروري خصو يتحيد من التحت، كيتحيد الشاكمه ويتحيد الفيرسو، هذا باش يمكن له يتحيد الكاتاليزور. هو سبب هاد الخنيق ديال الطوموبيل والكونسوماسيون. بزاف ديال الحوايج كيدير عاد الموتور كيبقى يترعد، حيت راك عارف الشاكمه كتكون مبلوكيه، ديك الهواء اللي كتخرج ضعيفه. هانتوما كيما كتشوفوا كل واحد باش كيغسل. انا كنغسل بواحد البرودوي، هذا كنغسل به انا. هانتوما كتشوفوا غادي نخليه لمده ساعه المكانه، مره مره كنحركو باش ديك البرودوي كيدخل في ديك الكاتاليزور، ديك التقيبات ديال الكاتاليزور، ديك الشهده هذيك فيها واحد الشهادات. حنا كنبسطو للناس اللي ما فاهمينش، اما الناس اللي فاهمين راه تبارك الله عليهم. هانتوما كتشوفوا غادي نزيدو له عاوتاني شويه ديال البرودوي باش كل شويه كنزيدو له شويه ديال البرودوي ونحركو من بلاصتو. بالنسبه للفلتر ديال الريح ضروري خصو يتبدل حتى هو. شوف الفلتر ديال الريح كي داير، الفلتر ديال الريح مولاه ما بدلهاش، ومع العلم ضربه 115000، هادي 2008. هانتوما كتشوفوا هاد الكاتاليزو، هاد الفلتر ديال الريح. شوف الفلتر ديال الريح الجديد مع القديم، فرق كبير. و السيد ما السيد ما بدلش الفلتر ديال الريح، هو اللي هو كيكون عنده سبب في الخناق ديال الكاتاليزور. هانتوما كتشوفوا حنا شنو كيخرج منو هاد الكاتاليزور. هانتوما شوفوا، عام بعد ما خلينا تقريبا شي ساعة ونص وديك البرودوي كيني طوي ديك الكاتاليزور. هانتوما شوفوا تولى سميتو تيولي الما كيخرج صافي. عاد كنخليوه يقطر مزيان، على ما يقطر ونضربوه بالريح، وعاد نركبوه بلاصتو ونشوفو ديك ساعة الرونفلاج. هي من قبل ما كانش الرونفلاج، هي كيوصل حدو الماكس كسيراتور كامله كيوصل 2.5. ملي غنركبو ان شاء الله الكاتاليزور، غنطويوه ونركبو الكاتاليزور، نركبو الكاتاليزور نشوفو الرونفلاج هي في حد شي يوصل. الأغلبية الناس ما عندهمش فكرة على هذا الكاتاليزور. هذا الكاتاليزور ده كي هو عنده دور في الكونسوماسيون، في التيراج أمارش، بزاف ديال المشاكل كيديرو هاد الكاتاليزور. هذا يقدر يفرع لك تا الدوليتات ديال التيربو، دو الرادياتور ديال لانتيركولير. بعض المرة كتشكى كاين الناس اللي كيطرطق لهم الدوليتات ديال التيربو، دوليتات التيربو كتقسم كترتق. علاش؟ حيت التيربو كيدفع باش كيدفع، ولكن الخروج باش كتخرج كتكون ما كتخرجش لي شابمو ديال الطوموبيل، ما كيخرجش كامل. المهم هانتوما شوفوا غنضربو دابا بالريح باش يزيد يخرج ديك الوساخ اللي كاين. هانتوما شوف كيخرج، شوف كيخرج. وضروري الماء، كل بريسيون ديال الماء مجهد باش يخرج. راه المرة الأولى من خوينا البرودوي من الفوق من التحت ما خرجش كاع، حيت الكاتاليزور مخنوق. دابا شوف هانتوما، شوف الماء كي داير، الماء صافي. دابا صافي، الأمور مزيانة بخير. دابا بالنسبة للخدمة ديال الكاتاليزور، الماء كيخرج صافي بخير.
ودابا الكاتاليزور، علاش الناس كاين الناس كاملين دابا الحديد الجديد كله فيه هاد الكاتاليزور هذا، بعد ما خسرناه شوف كي غيوليها، شتي شتي شوف كي ولا نقيها، ما فيه لا وسخة لا كحولية لا والو. شوف كي دايره تقيبات كيبانو نقيين. ها هادي هي الخدمة باش ملي كتركبو وخليناه تقريبا شي نص ساعة المكنة على ما قطر منو داك الماء ودينا ضربناه بالريحة وتاني مزيان باش ما يديرنا شي شوية ديال الدخان بيض، وغادي نركبوه دابا. انتوما شوف كي ولا دابا الكاتاليزور مغسول نقي، لاميزو جديد كيما خرج في لاميزو. امر ديالها تبارك الله ولات ما كترعدش، كان فيها شوية ديال الفيبراسيون راه ما بقاش، ولات دابا مزيانة. بالنسبة للرونفلاج، ها هو غادي نشوفو الرونفلاج دابا، نشوفو هاي وصل داز 2:30 4 5 الخمسة ونص، ما بغيتش نزيد نكسيري عليها حيت يلا ركبنا الكاتاليزور. واللي ما تابوناش عندي مرحبا بكم، وتابوناو عندي اخوتي، ومرحبا بالجميع ان شاء الله.